السلام عليكم، معكم ام محمد طه من المطبخ البسيط. اللي ما شاء الله غنديروا الشنيك بطريقه سهله بالعجينه ديال المسمن. غادي ناخذ كاس ديال الماء. ندير معاه معلقه كبيره ديال الخميره، غير الخميره المعجونه. غادي نزيد عليها واحد جوج معالق ديال السكر، نخلي واحد 5 دقائق حتى تفعل الخميره. هنايا راه عندي في المجموع 4 المعالق ديال السكر. المهم غادي نخلي هاد الخميره حتى تفعل. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين ديال الفرس، نص كيلو، وما عنديش الحليب، كنجمعها بالحليب. درت غير 3 المعالق ديال النيدو. الى كان الحليب ديرو غير الحليب. عندي قبيصه ديال الملحه، وعندي السكر. هاد الدقيق ما غاديش نحتاجو دابا، صافي. غادي نخلي هاد الخميره واحد 5 دقائق غير تفعل ليا، وغادي نجمع العجينه عادي غير بمدافي. الخميره ديالنا تفاعلات، صافي. وغادي نعجن عادي. الا خصني الماء غادي نزيد. يمكن لكم تستعملوا العجانه. نزيد الماء دافي. غادي ندلكها مزيان واحد تقريبا واحد 8 دقائق وانا كندلك فيها. ساهل، غير جربوه، ما فيش الخدمه بزاف، وبلا عجين مغرق. غادي نجمع العجينه، نزيد شويه ديال الماء. بحال كنعجنو في المسمن. كما قلت لكم ديروا الحليب، انا غير ما عنديش دابا، ودرت نيدو. كنبقاو نعجنو في العجينه حتى كترخى بلا ما نبقاو نضيفو في الماء، غير نبقاو ندلكو فيها مزيان حتى ترخى، حتى تولي رطبه. انا غادي نبقى ندلك فيها تقريبا واحد 8 دقائق. دلكتها كما قلت لكم مزيان، كتولي على هذا الشكل. غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه. غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح واحد نص ساعه، ان شاء الله نرجع معكم. خليت العجينه ارتاحت، صافي. خرجت من داك البرد اللي فيها. غادي نقسمها بسم الله. قسمتها على 7.
صافي غادي نجمعها كويرات وغادي نخلي الكويرات يرتاحوا، غادي نخليهم يرتاحوا ان شاء الله نكمل معكم. هذه لا كريم باتيسيير درتها انا ساهله ودرت الكميه غير قليله، درت فيها بيضه واحده صفر بيضه، صفر بيضه واحده مع كاس ونص ديال الحليب، العبار ديال الكاس العنبه، مع معلقه كبيره ديال المايزينا، ومعلقه شور ديال الليمون ولا الحامض ولا الفاني اللي عجبكم نتومايا. صافي ودرتها فوق عافيه مهيله حتى بدات كتختار، صافي وحيدتها. هي اللي غادي ندير ساهله واقتصاديه. وهذه الزبده ديال التوراق عندي هنا خمسة المعالق كبار ذوبتهم، اي زبده ديال التوراق. خليتهم يرتاحوا شويه ماشي بزاف غير باش تطلقوا. صافي وغادي نطلقهم فحال كنطلقوا في المسمن. انا درتهم صغار حيت عندي هنايا لاسباس ضيق، تقدروا ديروهم كبار احسن. ترقوها ناخذ واحد الكره غادي نطلقها حتى هيايا. بنفس الطريقة صافي غادي ناخذ الزبدة هذه ديال التوراق وغادي نرش منها. وغادي ندير شوية ديال الدقيق وغادي ندير عليها اختها، غادي نحاول نقاد الجناب كاملين وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين ماما ونرجع ان شاء الله. كملتهم كاملين بنفس الطريقه، غادي نجمعهم فحال الشكل ديال المسمنه. نخليهم يرتاحوا باش تطلق ليا، خليها ترتاح. كتجي بحال العجين المورق. صافي غادي نخليها ترتاح باش تطلق ليا عاد نطلقها ان شاء الله بمدلك. خليتها ارتاحت غير باش تطلق لينا ماشي بزاف، واحد خمسة دقائق. نرش الطحين نبدا نطلق فيه بشويه. تتولي رقيقة طلقتها مزيان مزيان حتى كتولي رقيقة. ندير لها هاد لاكريم كلها، انا ما درتش كميه كامله غير غادي ندهنو
لاباك كلها. هنا عندي غير الزبيب قطعته وهذوك الفواكه المعسله دي فروي كونفي، غادي نوزعهم بحال هكا. وغادي نبدا كنلوي من الجنب. هكا غير بصبعي حتى نكملها. كنستعنو بالدقيق ديما حيت هو اللي كيسهل علينا العجينة. كنحاولو نقضو لها الجنب ديالها صافي، وناخدو شي موس يكون ماضي مزيان. إذا ما كانش نديرو الخيط بالنسبة صافي، نحصلو على هاد الشكل بحال ما هكايا. ناخد شي لاطا غنكملهم كامل هما بهاد الطريقة. قطعتهم كاملين بنفس الطريقه كما قلت لكم، تقدروا ديروا الخيط باش يسهل عليكم. زدت لهم هنا شويه من هاد لي فروي، هاد الفواكه المعسله اختياريين صافي. وكتضغطوا لهم غير على هاد الجنيبات شويه، وغادي نخليهم يرتاحوا نص ساعه ولا على حسب الجو. هذيك الكميه خرجت ليا جوج ديال لاطات، نبعدهم شويه من بعضياتهم. خرجت لي هاد هادو، درت لهم شويه ديال الكاوكاو مهرمل، غنخليهم يرتاحوا نص ساعه. من بعد غادي ندهنهم بالصفار ديال البيض مع الحليب، ندهن لهم غير الجنيبات وندخلهم الفران. خمروا لي كيف ما كتلاحظوا الحجم ديالهم كيتضاعف. هنايا درت صفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب، وكنبدا ندير في الجناب بحال ما هكا. الفران راه درتو كيسخن، غناخدو مني تقريبا واحد 25 دقيقة، وكيبقى الاختمار ديما على حسب الجو، يقدر ياخد وقت اكثر ولا اقل على حسب الجو. صافي غير بحال ما هكا. وغادي ندخلهم الفران، نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. خدام لي تقريبا واحد 20 دقيقة تقريبا، دهنتو باللاباج، كيجي خفيف من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوه لكم. اذا عجبتكم الحلقة كيف العادة ديروا ليا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء وشاركوا بالقناة ديالي، وشكرا بزاف. السلام عليكم.